بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا اليوم في مادة الاجتماعيات للثالث متوسط، سوف نستكمل بقية الوحدة. تعرفنا في الدرس السابق على أسس المملكة العربية السعودية، وهذه الأسس تقسم إلى أسس دينية وتاريخية وتنموية، وتعرفنا بالتفصيل على هذه الأسس. اليوم بإذن الله سوف نتعرف على الهوية الوطنية طبعا في المملكة العربية السعودية. طبعا تتميز الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية بخصائص وسمات تبرز في انتماء المواطنين وولائهم لوطنهم وقيادتهم. فراح نتعرف على ما هي هذه المقومات وما هي مهدداتها، مهددات الهوية الوطنية. طبعا هويتنا في المملكة العربية السعودية تعتمد على عدد من المقومات، منها الدين واللغة والمكان والتاريخ والثقافة وكل ما يخص المستقبل المشترك. ونحن نفتخر ونحب الوطن ونمارس كل ما هو سلوك وأفعال تعبر عن محبتنا تجاه الوطن. هذه المقومات: أولا الدين الإسلامي. الدين الإسلامي يعتمد على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. أيضا هناك وسطية ونبدأ التطرف أو الانحلال، ومسؤولية خدمة الإسلام والدفاع عنه ووجود الحرمين الشريفين في هذه البقعة الطاهرة. أيضا اللغة العربية وهي لغتنا الخالدة، وطني هو منشأ اللغة العربية. أيضا لابد علينا وواجبنا أن نحافظ على هذه اللغة وهي اللغة العربية. أيضا من ناحية المكان، المكان هو في المملكة العربية السعودية مهبط الوحي وقبلة المسلمين، وتربط بين ثلاث قارات: آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهي منشأ للحضارات في المملكة العربية السعودية. بالنسبة للانتماء، الانتماء هو وجدان عاطفة وسلوك وأفعال تعبر عن مدى حب المواطنين لوطنهم وما لديهم من ولاء للوطن وللحكومة الراشدة. من ناحية التاريخ، يوجد فيها أسرة مالكة عريقة وإرث حضاري قديم وتاريخ وطني مستمر لأكثر من 590، وفيه وحدة وطنية جامعة وإنجازات تنموية. أما بالنسبة للمجتمع في المملكة العربية السعودية، فهو شعب أبي وأصيل، وفيه التمسك بعاداته وتقاليد أصيلة، وفيه التآلف والتسامح والاستقرار والأمن، ومصير مشترك بين جميع أنحاء الشعب في أنحاء المملكة العربية السعودية. الثقافة وإرث فكري عريق يتنوع فيه الفنون والرموز الوطنية المبدعة. بالنسبة لتأسيس المملكة العربية السعودية، طبعا بداية تأسيسها كان عام 850، تأسست الدرعية هجري، وتأسست الدولة السعودية الأولى عام 1157 هجري، وتأسست الدولة السعودية الثانية عام 1240 هجري، وتأسست ودخل الملك عبد العزيز الرياض وتأسست المملكة العربية السعودية عام 1319 هجري، وتوحدت المملكة العربية السعودية، تم توحيدها عام 1351 هجري. ما هي مميزات هويتنا السعودية؟ بماذا تتميز هويتنا السعودية عن غيرها؟ أول شيء، من المملكة العربية السعودية هو مهبط للوحي، ويوجد فيه قبلة المسلمين، وفيه الحرمين الشريفين مكة والمدينة، وفيه مثوى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ومنبع اللغة العربية. 2، الوحدة الوطنية منذ عصر الدولة السعودية الأولى مرورا بالدولة السعودية الثانية ثم عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، لم يتحقق هذه الوحدة في شبه الجزيرة العربية قبل ذلك إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. فظلت هذا التكاتف وهذه المسيرة مضرب بالمثل في الأمن والعدل والاستقرار وتحقيق الإنجازات النافعة لجميع أفراد المواطنين والوطن. الحكم الملكي القائم على أسرة المالكة العريقة آل سعود، والحكم المعتمد فيها على الكتاب والسنة في البيعة الشرعية. هنا علم المملكة العربية السعودية كرمز من الرموز الوطنية، والخريطة التي تفصل جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. نشاط رقم 1، قال الملك عبد العزيز عام 1352: لقد ملكت هذه البلاد التي هي تحت سلطتي بالله ثم بالشيمة العربية، وكل فرد من شعبي هو جندي وشرطي، وأنا أسير وياهم كفرد واحد، لا أفضل نفسي عليه ولا أتبع في حكمهم غير ما هو صالح لهم حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. ما هي مقومات الهوية الوطنية في هذا الدرس؟ ما هي المقومات الهوية الوطنية؟ أولا، من مقومات الهوية الوطنية الدين الإسلامي.
الدين الإسلامي. ثانيا التواضع، الملك عبد العزيز كان متواضعا في سيرته مع كل فرد من أفراد الشعب. الارتباط الوثيق بالمجتمع، يحدد الطلبة نص المادة في النظام الأساسي للحكم الذي يطابق العبارة التي تحتها خط للاطلاع على مواد النظام في الرابط الآتي. عندما نستطلع على هذا الرابط نحدد اللي هو تطبيق ما نص في النظام الأساسي للحكم، وهو وما تحته خط، ولا أتبع في حكم غير ما هو صالح لهم حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، طبعا هي المادة السابعة. يستمد الحكم في المملكة سلطتها من الكتاب والسنة، أن المملكة تستمد حكمها من الكتاب والسنة. طيب ما هي مهددات الهوية الوطنية؟ ما هو المهدد للهوية الوطنية؟ أولاً خيانة الوطن. خيانة الوطن مثل التعامل مع جهات مشبوهة ضد مصالح الوطن، أيضاً تقديم معلومات داخلية غير مخصصة بنشرها لأطراف داخلية أو خارجية، ومساعدة الجماعات الإرهابية في إفساد هذا الوطن. الفساد المالي والإداري مثل الرشوة، الغش، عدم الأمانة، هذه كلها تعتبر أداة يعني فيها عدم الشخص عديم مسؤولية في هذا الفعل. التصنيف الطائفي والاجتماعي والإقليمي مثل الانتقاص من الآخرين بسبب مناطقتهم أو وضعهم الاجتماعي أو ارتباطاتهم الأسرية. الجرائم الإلكترونية، الجرائم الإلكترونية هي الإساءة للآخرين أو ابتزازهم أو نشر معلوماتهم غير صحيحة في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه التهديدات في الجرائم الإلكترونية وضعت لها المملكة العربية السعودية حدود في العقاب والسجن والعقابات المادية والسجن والغرامات. التطرف مثل اعتناق الأفكار الضالة المخالفة لمبادئ الإسلام، وتغيير القواعد الفكرية والقيم السلوكية إلى من الدين الإسلامي إلى غيره، هذا اسمه تطرف. سلبيات العولمة مثل ذوبان جوانب مهمة من الثقافة الوطنية وتهميش اللغة العربية والاهتمام بأي لغة أخرى غير اللغة العربية، ونحن نعلم أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، لابد أن نهتم بهذه اللغة التي نزل فيها القرآن الكريم. هذه بالنسبة لمهددات الهوية الوطنية، خيانة الوطن، الفساد المالي والإداري، التصنيف الطائفي والاجتماعي والإقليمي، الجرائم الإلكترونية، والتطرف وسلبيات العولمة. ننتقل إلى النشاط رقم 2، دار حوار بين نوره وأخيها خالد بعد نهاية إجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. نوره: أنا أفخر بوطني عندما أرى العلم السعودي مرفوعاً بأيدي المواطنين. خالد: وأنا أيضاً أفخر بوطني عندما أرى مليكي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله يشارك المواطنين في العرضة السعودية ويتفاعل معها. نورة: ما الأعمال التي تعبر عن وجدانك تجاه وحدة الوطن؟ أنا أشارك في المهرجانات، ألتزم النظام، أتطوع في أعمال الخير، أقدر العمل، أحترم الآخرين، أحافظ على مكتسبات وطني، أدافع عن بلادي ورموزها، لا أسمح بأن يعبث أحد بأمن وطني. نورة: لم تترك لي شيئاً، ولكن سأعزز الصورة المشرفة المشرقة لوطني بالتزام الفضيلة والخلق القوية، وسأكون أفضل امرأة تنافس في العالم عندما أتخرج من الجامعة وأرفع راية بلادي عالية. يصف الطلبة الوحدة الوطنية، ما هي الوحدة الوطنية؟ الوحدة الوطنية هو اجتماع مجموعة من الأفراد ضمن مجموعة واحدة تحت جنسية دولة واحدة يدينون لها بالولاء والانتماء والحب. أما أباء فيشرح الطلبة ماذا يعني الانتماء للوطن سلوكاً وفعلاً. يعني هذا الانتماء هو أن أعمل باستمرار من أجل الوطن، وأتفاعل مع جميع أفراد المجتمع من أجل الوصول إلى المصالح العامة. هذا كان إجابة الفقرة باء. طبعاً هذا كان نهاية درسنا لهذا اليوم، تعرفنا فيه على الهوية الوطنية من حيث مقوماتها والتهديدات التي تهدد الهوية الوطنية. وطبعا المملكة السعودية مسيطرة على التصدي لهذه التهديدات. شكرا لكم، ونلتقي بمشيئة الله في الدرس القادم.